بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنشرح درس المشكلة السكانية في العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف التعريف. يقصد بها وجود علاقة غير متوازنة بين السكان والغذاء. يبقى المشكلة السكانية يقصد منها وجود علاقة غير متوازنة بين السكان والغذاء. يعني انت عندك سكان مثلا كتير وما عندكش غذاء كتير، دوت هنا دوت المشكلة السكانية. بالعكس بقى، واحد يقول لي طب ممكن يبقى عندك غذاء وما فيش سكان. طيب دي مش مشكلة سكانية، يعني بنتكلم في درسنا المشكلة السكانية. يبقى هو يقصد بيها عدم وجود علاقة غير متوازنة بين السكان والغذاء. زي ما احنا قلنا مثلا لو هنا السكان كتير هنا الغذاء تلاقيها نازلة، ما ينفعش العكس في الدرس ده. تمام. طرق حل المشكلة السكانية. ازاي نحل بقى يا جماعة المشكلة السكانية ديت؟ عن طريق اول حاجة الاسراع بخفض معدل نمو السكان، عمل توعية للناس بخفض معدل نمو السكان العالم، واعادة توزيع السكان. ما تركزوش في منطقة واحدة، لا ياخدوا خيرات البلد كلها، يتوسعوا في البلد كلها عن طريق مثلا غزو الصحراء وما الى ذلك، ومساعدة دول العالم المتقدم، دول العالم النامي في تطوير اساليب الانتاج، ومساعدة الدول العالم المتقدمة في دول العالم النووية في تطوير اساليب الانتاج. بعد كده نشوف الحاجة الرابعة برضو، العمل على زيادة الانتاج عن طريق حاجتين. اول حاجة التوسع الافق باستصلاح مساحات الاراضي الجديدة القابلة للزراعة. يتوسع افقيا، يعني ايه؟ يعني ايه يا جماعة؟ ارض جنب ارض جنب ارض، تبقى مثلا ايه، تعمل فدادين وما الى ذلك جنب بعض افقي. اما حاجة التانية توسع رأسي، فهو مثلا بتحسين وسائل واساليب الانتاج الزراعي. ماشي يا جماعة؟ يبقى التوسع الرأسي بتحسين وسائل واساليب الانتاج الزراعي. حتى انا هنا بص عاملهولك ازاي، انا هنا عاملهولك زي ما احنا شايفين اهو، رأسي عاملهولك رأسي اهو لو تاخد بالك. التوسع الافقي هنا ايه، احفظه كده. يبقى التوسع الافقي استصلاح مساحات من الأراضي الجديدة القابلة للزراعة، وتوسع رأسي تحسين وسائل وأساليب الإنتاج الزراعي. نيجي بقى دلوقتي لسؤال درسنا، النتائج المترتبة. اذكر النتائج المترتبة على الانفجار السكاني. معلش نزود كمان سؤال، كيفية حل المشكلة السكانية. وبكده يكون خلص درسنا مع الوعد بدروس أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.